ذات، وإن تحقق أن اسمها استكن وانخبر ذا جملة من بعد أن تخفض أن ويحذف اسمها أو يحذف اسمها. وقال يستتر ورد عليه بأن الضمير المنصوب لا يستتر، لا يستتر، الذي يستتر ضمير الرفع، وسبق أن قالها في الألفية، قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، رد عليه بأن الحرف لا يستتر في الضمير، الضمير يستتر في الفعل، زيد قدم أي هو مستتر في قدم. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن أي استتر. قال لا لا نقول استتر بل نقول حذف، بل نقول حذف. قال بعضهم هذا، وخبرها يكون جملة لا يكون مفردا. قل أوحي إلي علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون أنه أن خففت واسمها ضمير شان حذف وخبرها جملة سيكون منكم مرضى. أرها الستار الشيء المستتر موجود والمحذوف غير موجود. الله أعلم. والخبر جاء جملة من بعد أن، وشذ بأنك ربيع وغيث مريع فيها شذوذان، صرح باسمها وهو الكاف في أنك، وجاء خبرها مفردا ربيع. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فيها شذوذ واحد صرح باسمها وهو الكاف في 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 أنك، والخبر جاء جملة. ماذا؟ منشاء الغائب، منشاء يكون غائبا مفردا وغائبة مفردا فقط. وإن يكون فعلا، فإن كان الخبر جملة اسمية لا تفتقر إلى فاصل، وإن كانت جملة فعلية فسوف يذكرها. قال وإن يكون فعلا، إذا كان الخبر فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا أي أنه متصرف، فالأحسن والأفضل في اللغة العربية أن يفصل بينها وبينه بنفي أو تنفيس أو قد أو لو. مثال النفي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أفلا يرون أن لا يقدر لهم قولا، فاصل نفي. أو تنفيس علم أن سيكون منكم مرضى، أو قد ونعلم أن قد صدقتنا، أو لو فلن ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لدى الناس جميعا. هذا أحد هذه الفواصل، وهذا مستحسن، فإن لم يصل جاز كما هو قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. أن يؤملون لن يصل بين أن وبين الخبر، والخبر جملة فعلية وفعلها متصرف وليس دعاء، فإن كان فعله جامدا غير متصرف لا يفتقر إلى فاصل، لأن الفعل الجامدة شبيه بالاسم. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن كان دعاء أيضا لا يفتقر إلى فاصل كقراءة ورش رحمه الله تعالى قراءة ناظر. قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قرأت بها الشديد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الفعل متصرف ولكنه دعاء لا يفتقر إلى فاصل. ما قولي فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو، لو قليلا لا أنها قليلة فهي كثيرة، لكن يقل ما نحاتي ما ذكرها. كذلك تخففه كأن، فيحذف اسمها وقد يذكر، ومن حذفه كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، والأحسن أن يفصل بينها وبين خبرها بنفي أو قد. قد كقول جرير رحمه الله تعالى أزف الترحل وغير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي كأن قد زالت، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمو بمكة سامر كأنه. وربما ذكر روية بالوجهين قول الشاعر وصدر مشرق النحر كأن ثديه حقاني، كأن ثديه اسم كأن،
ولو كان تجاوز حقاني يكون الاسم محذوفا وتجاوز حقاني جملة مبتدأ وخبر محلها رفع خبر كأن ترك لكن لكن إذا خففت فقدت الاختصاص بالدخول على الأسماء وتهيئت للدخول على الأفعال وبطل عملها. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك لا يؤاخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. دخلت على الفعل وضح؟ فيها شذوذ يعني إذا حذف اسم أن كان ونسى ليس الله نشاء كافنا ليس الله نشاء إبراهيم بن هرمل يعرفه توفي عام 107.